برنامج فرصة أو قرض فرصة جاء باش يعطي الفرصة للناس أو للإطارات القانونية أو المقاولات اللي ما استفدتش من برنامج انطلاق. الماكسيمو ديال هذاك القرض هو 10 مليون. المميزات ديالو كذلك هي أنه هذا القرض بدون فائدة، وهذا من المميزات ديالو، وأنه مضمون من طرف الدولة، يعني مضمون من الصندوق المركزي للضمان CCG. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي قناة الحريف فلوك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى أن الفيديوهات اللي كنحطو في القناة ينالوا الإعجاب والرضا ديالكم. غادي نناقش واحد البرنامج حتى هو مهم، برنامج جا مكمل برنامج انطلاقة. بزاف ديال الأسئلة في الخاص وفي الواتساب، في المجموعة ديال الواتساب، كذلك في التعاليق ديالكم، بغيتونا نتكلموا على برنامج فرصة. برنامج فرصة هو جاء باش يعطي الفرصة للناس اللي مستفدوش من برنامج انطلاقة. بقاو معنا وغادي تشوفوا جميع التفاصيل ديال هذا البرنامج ومع الشروط. نتعرف على فرصة، البرنامج الذي يسعى إلى تحفيز أكثر من 50,000 شاب مغربي منذ تصور الفكرة إلى تحقيقها بتمويل قد يصل إلى 100,000 درهم، ويسدد على مدى أقصى 10 سنوات. لابد من اعتماد حكمة مضبوطة عن طريق تقديم طلبات العروض. ما لاحظنا الآن أننا أصبحنا نرى نماذج جديدة من الشباب المقاول والمقاولات الاجتماعية، وتوفير قروض دون فوائد ل 250,000 من المقاولين الذاتيين. الشباب غادي يخلق واحد الحس ديال المسؤوليه لدى العديد، وغادي يخلينا نكتشفوا شباب قادر ومشاريع كتنافس وكتتعدى بيان شغل المشاريع العالميه اللي كاينه في السوق، اعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقه وضمان استدامته بعدما اربكت الازمه الصحيه الخطوات الاولى لاطلاقه. برنامج فرصه هو واحد البرنامج عباره عن قرض، ولكن عنده مميزات ديالو وعنده شروط ديالو. هو برنامج كما قلنا في البداية، قلنا واحد البرنامج اللي جاء مكمل برنامج انطلاقة. الخصوصية ديال برنامج انطلاقة هو أنه أغلبية ديال الشركات والمقاولات استفدوا منه. بالنسبة للمقاولات الصغيرة ما استفدوش بزاف، قلال الناس ديال المقاولات الصغيرة جدا أو الناس المقاولين الذاتيين اللي استفدوا من برنامج انطلاقة. الحدود ديال برنامج انطلاقة هو 120 مليون سنتيم. إذا نتكلم على برنامج فرصة أو قرض فرصة. برنامج فرصة أو قرض فرصة جاء باش يعطي الفرصة للناس أو للإطارات القانونية أو المقاولات اللي ما استفدتش من برنامج انطلاقة. الأفق ديالو أو المبلغ اللي محدد ديالو عكس برنامج انطلاقة هو 10 مليون. برنامج فرصة تعطي الأفق أو الماكسيمو ديال هذاك القرض هو 10 مليون. المميزات ديالو كذلك هي أنه هذا القرض بدون فائدة، ما فيهش الفوائد، وهذا من المميزات ديالو، وأنه مضمون من طرف الدولة، يعني مضمون من الصندوق المركزي للضمان CCG. فالشروط ديالو نفس الشروط ديال برنامج انطلاقة. اللي بغى يستافد من قرض فرصة ما عليه إلا تكون عنده إطار قانوني، يعني ضروري بصيغة قانونية، مقاول ذاتي، تعاونية، باتونت، مشروع أصحاب المشاريع. يعني واحد الشاب عنده واحد المشروع معين وما عندوش إطار قانوني، فمن غيقدم المشروع ديالو ويتم القبول ديالو غادي يوجهه مباشرة باش يكون عنده إطار قانوني، ويعني الصيغة المناسبة للشاب حامل المشروع هي المقاول الذاتي. كذلك بالنسبة للمقاولات، إذا حتى المقاولات عندهم الحق ديالهم باش ياخذوا هاد كريدي فرصة. قلنا كاين إطار قانوني، يعني تكون عندك واحد الصيغة قانونية، قلنا يكون عندك مشروع، هذاك المشروع يكون مطبي، يكون عنده واحد الدراسة، وهذه المسألة ديال الدراسة الجدوى راه دوينا عليها وقلنا شنو هي الأسباب اللي خلات الأبناك ما يقبلوش هذيك الدراسة الجدوى أو ما يقبلوش طلب ديال القرض ديالك بصفة عامة، وحتى طلب ديال الدعم. من الأخطاء اللي تيديروا الناس
في هذه الدراسة الجدوى أنهم تيمشيو لعند واحد مكتب وتيديروا لهم واحد الدراسة الجدوى اللي صالحة لكل المشاريع. وكتلقى أنا مثلا أنا درت واحد الدراسة الجدوى ديال المشروع والآخر دار نفس الدراسة، يعني تغيروا غير بعض المعطيات كالأسماء وكان بعض الأرقام اللي هي قليلة. إذن من هذه الأمور اللي كتخلي المشروع ديالي أو دراسة الجدوى ديالي ما عندهاش أهمية، داكشي اللي عندي راه عند الآخر. وكتلقى لجنة مثلا ديال الانتقاء أو داك اللجان اللي كيختاروا داك المشاريع عندهم 20 دراسة جدوى كلها بحال بحال، الاختلاف فقط الأسماء. إذا بغيتوا تعرفوا بزاف المعطيات على هذه الأمور هذه ممكن تشاهدوا الفيديو السابق اللي تكلمت بالشرح الممل شنو هي المشاكل أو الأمور اللي كتخلي المشروع ديالي ما يتقبلش عند لجان ديال الانتقاء ولا اللجان اللي كتعطي هذا المنح أو هذا القروض. قرض فرصة جاء بواحد المبلغ الماكسيمو هو 10 مليون، بمعنى ما يمكنش نطلب أكثر من 10 مليون. كذلك جاء بدون فائدة، هذا قرض بدون فائدة، وقلنا أنه مدعوم من طرف الدولة أو مضمون من طرف الدولة في شخص صندوق الضمان المركزي CCG. كذلك قلنا جاء لمدة 10 سنوات، يعني هذه 10 سنين هاد 10 المليون غادي نردها من دابا لعشر سنين، بمعنى الماكسيموم ديالو وقتاش خصني نكون سالي التريطات ديالي هو 10 سنوات. وقلنا او نقول ان بالنسبة للتريطات اللي كتخلص شهريا كتراوح بين 830 حتى 840 درهم بشكل شهري. اذا هادو هما المميزات ديال برنامج او قرض فرصة. تقريبا لحد الآن استفدوا 51,000 من برنامج فرصة، ومن المرتقب أنهم يستفدوا 250,000 مقاول ذاتي، يعني شحال من واحد حامي المشروع ودار طلب لهذا القرض انطلاقا، ومن بعد تم القبول ديال الملف ديالو، وبالتالي كيحتاج واحد الإطار قانوني اللي هو في الغالب تيكون مقاول ذاتي، يعني تحصل على بطاقة مقاول ذاتي. هذا البرنامج جاء في إطار المواكبة والتتبع لأصحاب الأفكار وأصحاب المشاريع الخلاقة والمشاريع اللي مبتكرة والمشاريع اللي جديدة. هذا لا يعني أن المشاريع الأخرى ما غاديش تمول، ولكن احنا تنقولوا في إطار وخا المشروع يكون مستنسخ ولا مشروع يعني كاين، انما كيجيب واحد الفكره جديده، واحد المشروع ديال الزياده في المناصب ديال الشغل، وهذا هو برنامج فرصه. فما عليك الا تواصل مع البنك الاقرب لك وما تمشيش غير بنك واحده، سير البنك الاول والبنك الثاني والبنك الثالث. اذا كما تبعتوا البرنامج فرصه هو تكميل البرنامج الانطلاقه، والناس اللي غادي يستافدوا منه غالبا ما استافدوش من برنامج الانطلاقه، وراه ضروري الإطار القانوني. والمميزات ديالو كما قلنا هو انه ما فيهش فائده، يعني واحد القرض بدون فائده، وكذلك المده ديالو هي 10 سنوات، وممكن تعطي التريطه من 830 حتى 840 درهم في كل شهر. ممكن ينفع اكثر اصحاب المشاريع الصغيره ماشي اصحاب المشاريع الكبيره، لانه اصحاب المشاريع الكبيره نورمال مخصم يدفعوا البرنامج انطلاقه. وهذا لا يعني ان اصحاب المقاولات اللي بغات تدفع البرنامج فرصه انها تدفع عليهم، ما كاين حتى شي مشكل. فلحد الان كاين 51,000 مغربي استفدوا من برنامج فرصه، وكذلك من المرتقب ان 250 مقاول ذاتي يستفدوا من هذا برنامج فرصه. علاش برنامج فرصه من المرتقب انه يكون عليه اقبال من اصحاب المقاولين الذاتيين؟ علاش؟ لان المقاول الذاتي هو اقرب صيغه قانونيه لحامل المشروع. اي واحد يعني بداته
أنا أنت هي ممكن أنهم يديروا يكون عندهم مشروع يديروا مقاول ذاتي يعني بواحد الصيغة مبسطة، وحتى النسبة ديال الضريبة على الدخل بالنسبة للمقاول ذاتي فهي ضريبة مخفضة كتوصل 0.5 بالنسبة يعني الصيغة ديال الفنية الإنتاجية و1% بالنسبة للخدمات. إذن حتى الضريبة ديالهم ضريبة مخفضة. حاجة أخرى بالنسبة للبرنامج فرصة، هو جاء لمدة كما قلنا 10 سنوات، والطريطة دياله كتراوح بين 830 حتى 840. وكنتمنى وهاد البرنامج فرصة ما يكونش بحال السابق العادي لبرنامج انطلاقة اللي هما بجوج بيوم ساري المفعول. بعض الإخوان سولوني على برنامج انطلاقة امتى غيحبس، فالحد اللي داروا البرنامج انطلاقة هو 2023. ما تبخلوش علينا، فاحنا منكم وانتم منا، وكنتمنى ان الحلقة ده اليوم تكون شافية وكافية للإخوان اللي سولونا ويلحوا علينا باش نديروا هاد الحلقة بخصوص برنامج أو قرض فرصة.